حياتي الطلبيه باش نحضر الافتتاح لامارك الثانيه ديال يان اندوان هنا بكازابلانكا، وانا جد سعيد الحضور ديالي هنايا. وصراحه هذا في حد ذاته راه تقدم، بحد ذاته انها تكون واحد لامارك المغربيه وعطات وبينات المنتوج ديالها، وانا بزاف ديال لي ماكيور تبارك الله اللي كيتقداو، هذا راه في حد ذاته نجاح. وانا جد سعيد اني انا ناخذ المكياج ونخدم به العرايس ديالي ديال ان شاء الله 2020. ديما تيبقى لا سامبليسيتي هي الطوب، واخا تقولي لي توندونس كاين دي كولور دابا اللي خرجوا فلاشي، ايه، ولكن حنا بحكم الخدمه ديالنا مع العرايس تتبقى لا سامبليسيتي. رحمك على المغرب بلادي، وفوق ما كنجي it's always amazing. الحمد لله بيبيتا راه كدير مزيان، it's become a successful hit and I'm very happy. And of course we're here to launch Yan and One and فخوره بزاف and it's an honor. ان شاء الله I'll come back soon again. انا اولا فرحان بزاف بالحضور ديالي في الافتتاح ديال الوان الجديد. هنا ندوان واحد العائله اللي جيت نشوفها، يعني حنا عائله مع بعضياتنا بحكم اننا خدمنا ديجا اغنيه اديوس اونسوم، كان واحد كولابوريشن مزيان بزاف، وكان كنهنيهم على الافتتاح الكبير هذا، والله يسهل عليهم ان شاء الله، وكنتمنى لهم ديما النجاح.